السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في هذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر رجب من عام 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير القرآن العظيم وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا المجلس مجلساً تحفه الملائكة، تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، ويذكر الله أهله في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه. في هذا الدرس المبارك نتأمل آيات من سورة الواقعة من الآية 83 إلى الآية 87، وهي قول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. مناسبة الآيات لما قبلها التأمل في ألفاظها ومفرداتها وإعرابها، معناها الإجمالي، ما يستفاد منها من أحكام وهدايات. مناسبة هذه الآيات لما قبلها، تلاحظون الآيات التي قبلها هي قول الله عز وجل في القرآن: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ لما ذكر منته بالقرآن ثم ذكر تكذيب الكفار بالقرآن، ناسب أن يذكرهم الموت وأنه آية من آياته، وأنه دلالة على قدرته وألوهيته سبحانه، وفيه تخويف لهم ألا يكذبوا بالقرآن العظيم. ففي هذه الآيات دلالات على قدرة الله عز وجل وتفرده بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هل الذي يحيي غير الله أو من يميت غير الله؟ إذن الموت والحياة آيتان من آيات الله يذكر الله بهما عباده، لا سيما من كذب وكفر وجحد ربوبية الله وألوهيته. فيا من كذبتم بالقرآن وداهنتم فيه وكفرتم نعمة الله عليكم ولم تشكروها، بل كفرتموها وكذبتم بالقرآن، دونكم آية الموت. كذبوا بها إن كنتم صادقين، أو أعيدوا هذه الروح إن كنتم صادقين. ولهذا ربط الله عز وجل في مناسبات الآيات فيما بينها في دلالات شرعية ودلالات كونية تخلص إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فلولا، الفاء هنا للعطف، ناسب أن يعطف بأداة العطف الفاء للترتيب والتعقيب ما ذكره في الآيات السابقة بهذه الآيات. لولا حرف أو أداة امتناع لوجود، في فرق بين لو ولولا. لو
امتناع الامتناع. لو ما تزوج الإنسان لما جاءه الولد، لكن لولا حرف امتناع لوجود، وهي أداة تحضيض، أي أداة تحضيض، حظ أو حظ للمخاطبين أن يتأملوا هذه الآية العظيمة، وهي آية الموت. فلولا إذا بلغت الحلقوم للتحضيض، لولا لإظهار عجزهم، عجز الخلق، وأنهم أمام هذا المشهد المهيب والموقف الرهيب والبرهان العجيب، سيقفون عاجزين لا يستطيعون. فكيف يكذبون بقدرة الله في إنزال القرآن، وفي أنه معجزة وأنه منزل من عند الله لهداية العالمين؟ يا من كذبتم بالقرآن لن تستطيعوا أن تكذبوا بحقيقة الموت. فلولا إذا بلغت الحلقوم، إذا ظرفية، إما ظرفية مجردة أو ظرفية مشروطة، بمعنى أداة شرط. فإذا كانت أداة شرط فأين جوابها؟ جوابها ترجعونها إن كنتم صادقين، وهو جواب لولا. والضمير في قوله ترجعونها وبلغت عائد إلى محذوف غير مذكور للعلم به. ما هي التي تبلغ الحلقوم؟ الروح. الروح عند الموت تبلغ الحلقوم. والتقدير فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم، يعني ظهرت الروح، ساعة الاحتضار. ساعة الاحتضار، من هو الخالق؟ من هو الرازق؟ من هو المدبر؟ من هو المميت؟ من هو الذي له الكون والشرع والأمر والخلق في تلك اللحظة وفي غيرها من اللحظات؟ لكن البشر المقصرين لا تظهر لهم إلا هذه الآيات. ولهذا تجد كثير من الناس يتأثر عند الموت ويتوب عندما يموت له قريب، لأن المواقف مواقف عظيمة. بلوغ الروح الحلقوم وساعة الاحتضار والغرغرة آية عظيمة تدل على قدرة الله وبالتالي على ألوهيته. فيا من عبدتم غير الله، ويا من شغلتكم دنياكم عن غير الله وتوجهتم إلى غير الله، ألا تذكرون ساعة الاحتضار؟ من الذي يملك هذه الساعة العظيمة ويدبر الأمر فيها، وهي آية ودلالة على تدبير الكون كله؟ إنه الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد سمعنا في الآيات أيضا في الصلاة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من اللي يرقي فيها الحالة؟ ما عاد أحد ينفع. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولن يستطيع أطباء الدنيا أن يرجعوا الروح أو يردوها أو يؤخروها أو يقدموها لحظة واحدة. فلا إله إلا الله ما أجحد العباد وهم يتوجهون إلى غير الله. وهذه المواقف التي يجب أن تذكرهم بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات وإخلاص الدين لله وتمام العبودية له سبحانه. فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم، بلغت في الفاعل هنا، وهو أيضا الضمير غير مذكور وهو الروح، ولم يتقدم لها ذكر لأنها معنى معلوم ومعنى مفهوم عندهم وعند المخاطبين إذا جاءوا بمثل هذه العبارة. أي فهلا إذا بلغت النفس أو الروح، روح أحدكم أو نفس أحدكم وروحه الحلقوم
وهو مجرى الطعام وتداعت إلى الخروج، هل يستطيع أن يردها أو يرجعها؟ الجواب لا. إذن لماذا التكذيب بقدرة الله في إنزال القرآن وفي غيره، حتى إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الآيات الشرعية والكونية؟ وأنتم، الواو هنا للحال حالية، فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم حالة وأنتم حينئذ تنظرون، حالة نظركم وحالة إبصاركم لهذا الموقف، فماذا أنتم فاعلون؟ وأنتم، الواو حالية من الفاعل، بلغت التاء أيضا للفاعل، أي والحال أنتم أيها الحاضرون حول صاحبها حينئذ، أي حين خروج الروح. إذا بلغت الروح الحلقوم وساعة الاحتضار والغرغرة تنظرون إما نظر بصر أو نظر بصيرة، تنظرون ما هو في هذا الميت من الكروبات والغمرات والسكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وهو في هذه الحال محل العطف، تعطفون عليها أيها الحاضرون، تريدون أن تبقوا روحه حتى لا تخرج، حتى تأنسوا به ويأنس بكم، تأخذكم عليه شفقة ووفور رغبة في إنجائه من مصيبة الموت. فأصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة ولن يستطيع أحد أن يدفع هذه المصيبة. إذن الموت آية من آيات الله، دلالة على قدرته سبحانه لهؤلاء المكذبين بالبعث والمكذبين بالقرآن والمكذبين بالرسالة والمكذبين بالشرائع والآيات والنذر. وهي أيضا للمسلمين الغافلين الذين تمر عليهم هذه المواقف، وسرعان أن تغمرهم سكرة الحياة وملهياتها وملذاتها. فيا عبد الله أيها الغافل، أعد لهذه الساعة، ساعة الاحتضار، أعد لها العمل الصالح وأسباب حسن الخاتمة، وأهمها التوحيد والعقيدة والإيمان بالله وإخلاص الدين له والقيام بالفرائض والواجبات والحذر من الزواجر والمنكرات والمحرمات. الموقف هنا لطف الله، قدرة الله، خلق الله سبحانه وقدرته ودلالة عظمته وحكمته، وأنه لا يملك هذه المواقف إلا من له الملك كله، ألا له الخلق والأمر، ونحن أقرب إليه. نحن تعبير رباني إلهي، أي نحن إلى ذلك المحتضر أو المحتضر علما وقدرة وتصرفا. قال بعض أهل العلم التعبير بأقرب، ما قال ونحن أعلم ونحن أقدر ونحن أكثر تصرف، لا، أقرب، يعني لا أحد أقرب من الله لعبده. شوف التعبير بالقرب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا جاءت ساعة الاحتضار ونحن أقرب برحمته بعلمه بلطفه بقدرته بحكمته سبحانه. القرب أقوى أسباب الاطلاع، أقرب الناس إلى الشخص أكثرهم علما به، ولهذا أكثر الناس علما بالإنسان هم من حوله، زوجته، أولاده، المقربون إليه في عمله. لكن القرب الحقيقي والاطلاع الحقيقي لا يعلمه إلا الله. نحن أقرب إليه منكم، إن كنتم قريبين ترجعونها إن كنتم صادقين. تصرفوا في هذا الموقف، إن كان لكم موقف تستطيعون أن تتصرفوا فيه فأرونا. ولهذا لن يكون، لأن الموقف والأمر
هنا وفي كل أمر لله وحده تبارك وتعالى. ألا يكون ذلك سبباً ودلالةً وآيةً على استحقاقه للعبودية والألوهية وعدم التوجه إلى غيره وتصديق آياته الكونية والشرعية؟ ولكن لا تبصرون، إما بصر بالعين أو بالبصيرة وهي أقرب، لأنكم تنظرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون لكنكم لا تبصرون. ما الفرق بين النظر والبصر؟ النظر يكون بالعين، أما البصر فهو بالبصيرة، الفؤاد، القلب. والقلب هو الدليل على أيضا اللسان وعلى الأعين، وهي أيضا دلالته البصرية أو السمعية أو الكلامية. ولكن لا تبصرون، وإن أبصرتم ونظرتم بأعينكم لكنكم لا تبصرون ما وراء ذلك، لا تدركون الكنها ولا تعلمون ما سنجريه عليه في هذه الحالة، قد نميته قد نحييه قد وقد، لجهلكم بقدرة الله وأمر الله ودلالة وآيات الله. فقوله سبحانه لا تبصرون من نظر البصيرة، وإن كانوا ينظرون لكنهم لا يبصرون. وهنا ينبغي أن نعرف أن الحواس لها ارتباط بالقلب، ولهذا الكافر له أعين لكن لا يبصر بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها أو لا يفقهون بها، يعني لا يفقهون فقها يدلهم على الحق ولا يسمعون سماعا ينفعهم ويدلهم على الحق ولا ينظرون نظرا يفيدهم. ولهذا قد يكون الأعمى وقد يكون الأصم كهذه الفئة الغالية العزيزة، هم أعز عند الله من الذين ينظرون ويتكلمون لكنهم يتكلمون بالباطل، أو لا يفيدهم نظرهم أو لا يفيدهم كلامهم. فليتنبه إلى هذا، ولينظر الإنسان دائما إلى الشريعة بنظر البصر والبصيرة. وكم من أناس ينظرون بنظر البصر ويغفلون البصيرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. أعمى ليس بالعين وإنما بعمل بصيرة. ثم قال سبحانه فلولا، لاحظوا ترادف أحرف وأدوات العطف، المواقف سريعة تتطلب الترتيب والتعقيب. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، بعد فلولا ترتيب موقف على موقف، فلولا إن كنتم غير مدينين. ما قلنا في فلولا نفس فلولا السابقة، أيضا هلا إن كنتم غير مدينين، هلا إذا بلغت الروح الحلقوم تحضير وحث، إن كنتم غير مدينين. المدينون هنا من دانا يدين أو يدان، والإدانة هنا غير مدينين أي غير مربوبين، غير مخلوقين، غير مملوكين، أذلاء لرب العالمين. إن كنتم لستم كذلك ارجعوها، فلا بد من أن يظهر ضعفكم وعجزكم وأنكم مدينون لله الخالق الرازق الذي له القدرة، وأنتم مربوبون مملوكون أذلاء ضعفاء لا تستطيعون أن ترجعوا الروح إلى صاحبها. من دان الإنسان إذا سامه، أو الأب أبناءه، أو الراعي رعاته، إذا سامهم واستعبدهم وأذلهم، وفعلا العبد موقفه ذليل أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فلولا إن كنتم غير مدينين
أي غير مخلوقين مربوبين، أذلاء للخالق الرازق القادر المالك سبحانه، هيا أرجعوها، ترجعونها، أي الروح إلى مقرها أو النفس إلى مقرها، وتردون روح ميتكم إلى بدنه. والمعنى إن كنتم عندكم قدرة، أنتم الآن كذبتم بالقرآن وكذبتم بالرسالة، أعطونا في هذا الموقف قدرتكم على إرجاع الروح إلى بدن صاحبها. فالمعنى إن كنتم غير مخلوقين وغير مربوبين وغير مملوكين أذلاء لله عز وجل، كما ينبئ عليه عدم تصديقكم بخلقنا وقرآننا وكتابنا ونبينا، فارجعوها، ترجعونها، عدم تصديقكم بخلقنا إياكم، لأن فيه من كذب بالخلق وفيه من كذب برجوع الخلق يوم البعث والجزاء والحساب. وكل هذه آيات الموت تفندها، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولهذا الموت دلالة كبيرة، إن لم يصدق الإنسان بالحياة من الذي أوجده، فدلالة الموت دلالة عظيمة على قدرة الله سبحانه واستحقاقه للعبادة. فارجعوا النفس إلى مقرها عند بلوغه الحلقوم إن كنتم صادقين في اعتقادكم، فإن عدم تصديقكم بالله وقدرته على الخلق والإحياء والإماتة عبارة عن تصديقهم بعدم خلق الله سبحانه، تكذيبهم بهذا تكذيبهم بذاك على هذا المذهب. والحق الذي لا محيد عنه إثبات قدرة الله عز وجل وألوهيته واستحقاقه للعبادة. إن لم يمكنكم رجوع الحلق والروح إلى صاحبها، فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو لله سبحانه وتعالى. الإحياء لله والإماتة لله والخلق لله والرزق لله، فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. يا من تتوجه إلى الضريح، إلى القبر، إلى الولي، إلى فلان من الناس مهما كان، حتى من الملائكة والأنبياء، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الملك لله والأمر لله والخلق لله والعبادة لله، والعبادة لله، فلا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا هو. إن كنتم صادقين، أيضا تكرار، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. والحال أنكم لن تستطيعوا ولن يملك ذلك إلا الله، فلماذا تكذب العباد ويكذب الكفار بالخالق بالرازق بالله بإنزال القرآن بالبعثة بهذه الأوامر؟ هذا أكبر دليل من الأدلة على ربوبية الله، وبالتالي على ألوهيته واستحقاقه للعبادة واستحقاقه للأسماء الحسنى والصفات العلى. والمعنى الإجمالي أي فهلا إذا بلغت النفوس والأرواح عند خروجها من أجساد موتاكم حلاقيمهم، وأنتم ومن حضركم من أهليكم تنظرون إليهم، ورسلنا الذين يقبضون أرواحهم أقرب إليهم منكم ولكن لا تبصرون، ترجعونها، ترجعونها إن كنتم صادقين. والمعنى إن لم يكن لكم قدرة على إرجاعها، فالله هو صاحب القدرة المطلقة على إرجاعها وعلى التصرف في هذا الكون والتصرف في الخلق سبحانه وتعالى. إن لم يكن لكم خالق وأنتم الخالقون، فهل أرجعتم هذه النفوس والأرواح إلى أجسادها حين خروجها من حلاقيمها؟ إن كنتم صادقين ولن تستطيعوا. ثم كرر الحث مرة أخرى، فلولا إن كنتم غير مدينين
مخلوقين مربوبين أذلاء لله عز وجل، إن كنتم غير ذلك أرجعوها، أرجعوها إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مصدقين أنكم مبعوثون وأنكم تبعثون وتحاسبون وتجازون، ولن تستطيعوا إرجاعها، فبطل زعمكم في التكذيب بإنكار الخالق والرازق وأنه غير الله سبحانه وتعالى، بل هو الله وحده. وهذه آية ظاهرة وحجة بالغة على الكفار وعلى المقصرين في أداء حق الله تبارك وتعالى. ما يستفاد من هذه الآية؟ أولا، قدرة الله عز وجل التي فوق كل قدرة. اثنين، أنه لا يملك الحياة والموت إلا الله. ضعف البشر، هؤلاء البشر الذين تشمخ أنوفهم ويرتفعون حتى ويتكبرون حتى على خالقهم ولا يعبدونه حق عبادته، أين هم عن هذه الآية؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم التذكير بالموت والاستعداد له وأنه آية من آيات الله، ينبغي أن نستعد له بالعمل الصالح والتصديق بالقرآن والتصديق بالألوهية والتصديق بالنبوة وصرف العبودية لله عز وجل. فلولا إذا بلغت الحلقوم شدة ساعة الاحتضار، لأن الناس في هذا الموقف موقفهم رهيب، وأنتم حينئذ تنظروا. لا، ضعف الإنسان لا يملك أمام قدرة الله إلا الدموع، يبكون أهل الميت يبكون عليه حال مرضه حال الاحتضار، يستنجدون بأطباء الدنيا في داخل البلاد وخارجها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله، فالجأ إلى الله فبيده الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. لا تعتمد على الأسباب، الشافي على الحقيقة هو الله، ولا ينافي ذلك تعاطي الأسباب. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أهمية نظر البصيرة. فلولا إن كنتم غير مدينين، إثبات الخلق ولله عز وجل وأن الإنسان مخلوق ومربوب ومملوك وذليل ضعيف أمام قدرة الله لا يملك شيئا، وموقف الموت من أعظم المواقف التي تدل على ذلك. فهل لا تبتم؟ وهل لا استغفرتم؟ وهل لا أخذتم بحسن الخاتمة؟ وهل لا عملتم لهذه الساعة؟ وهل لا صدقتم بالبعث والنشور والقرآن والنبوة؟ وهل لا ربينا الأبناء والأسر على استشعار هذه المواقف العظيمة، وهي مواقف الرقابة الذاتية في يوم لا يستطيع الإنسان أن يقدم فيه شيئا؟ فالأمر لله والخلق لله، فيا من توجهت إلى غير الله أقبل على الله وأبشر بالخير والسعادة في الدنيا والجنة والنعيم والرضوان في الآخرة. الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في وقت صلاة الفجر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس، ونساء من الصحابيات يشهدن معه صلاة الفجر لا يعرفهن أحد من الغلس. هل في هذا الحديث دلالة على جواز اللثام في الصلاة والنقاب للمرأة بدليل قوله متلفعات بمروطهن؟ يعني قد وضعنا المروط والغطاء على الفم وعلى الأنف وعلى الوجه، فهل فيه دلالة على جواز اللثام في الصلاة للرجال أو للنساء؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن فيه
دلالة على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم، ففيه دلالة على أن هذه الحالة صفة لشهود الصلاة. في حديث عائشة: يشهدن الصلاة وهن متلفعات بمروطهن. وفي الحديث أيضا روايات أخرى تجعل التلفع هيئة الانصراف، ينصرفن من الصلاة وهن متلفعات بمروطهن. وهذا ما ذهب إليه القاضي عياض. قاضي عياض رحمه الله يرى أن الإخبار عن هيئة الانصراف لا عن هيئة الصلاة، وجمهور أهل العلم يستدلون بالرواية الصحيحة عند البخاري: يشهدن الصلاة متلفعات بمروطهن، فدل على أنهن يصلين متحشمات، متحجبات، متنقبات، متلثمات، وضعات الحجاب على الفم والأنف والوجه. هذا مذهب الجمهور. مذهب القاضي عياض من المالكية أن لا، وهو يستدل برواية عند النسائي رحمه الله والحديث صحيح. فإذا هذان هما القولان لأهل العلم. ماذا يرد على القاضي عياض عند الجمهور؟ الجمهور يردون على القاضي عياض الذي استدل بأنها هيئة الانصراف برواية النسائي، يستدلون برواية البخاري، وأن البخاري روايته أصح من النسائي، فدل ذلك على أن النساء يصلين متلثمات ولا بأس بذلك. هل لا بأس بذلك والجواز مطلقا أو إلا عند الحاجة حينما يراهن الرجال، أو عند الحاجة إلى اللثام كزكام أو نحو ذلك؟ أما إذا لم يحتجن فلا حاجة إلى اللثام. إن صلينا في بيوتهم أو صلينا في أماكن بعيدة عن الرجال لا يراهن الرجال، فالأفضل لهن ألا يتلثمن. ويكون أيضا صلاة المرأة في يعني سترها في وجهها وكفيها وشيء من رجليها عند جمهور أهل العلم عند الحاجة، أما إذا ما كان في حاجة فتصلي بلا شيء من ذلك. دليل رواية البخاري، قصد الجمهور رواية البخاري: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات. هل هذا المشهد وهذه الحالة حالة الصلاة ولا حالة الانصراف؟ أيها الجمهور، حالة الصلاة، والانصراف عند مذهب القاضي عياض رحمه الله الذي يستدل برواية النسائي. إذا رواية الجمهور: كن نساء المؤمنات يشهدن الصلاة متلفعات، ظاهر أنه في حال الصلاة ولا نمتوا يا جماعة؟ ظاهر أنه في حال الصلاة. رواية النساء التي استدل بها القاضي عياض: كان النساء يصلين الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن. هل هذا التلفع حالة الانصراف أو حالة الصلاة؟ وجهان أو قولان لأهل العلم. فالقاضي عياض رحمه الله استدل به على هيئة الانصراف، والجمهور استدلوا به على أنه في حال الصلاة، لأن قول عائشة يشهدن متلفعات الجملة حالية، أي حالة كونهن يشهدن الصلاة متلفعات حالا من فاعل شهود الصلاة، والحالة قيد في عاملها أي شهدنها
حال كونهن متلفعات، فهو صريح في صلاتهن متلفعات أي يحضرنها على تلك الحال. ومع هذا قد يقال من أين يلزم منه تغطية الأنف والفم إلا أن يكون العرف آنذاك يدل عليه، وأيضا الحجاب المرأة إذا كانت تلفعت يدل على أنها تغطي، وهذا فيه نوع من اللثمة. فهل يجوز للرجل والمرأة أن يتلثم؟ قلنا عند الحاجة لا بأس والدين يسر، لكن عند غير الحاجة ذكر أهل العلم من المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه مكروه. وهل هي كراهية تحريم أو كراهية تنزيه؟ الصحيح كما نص عليه النووي رحمه الله أنها كراهة تنزيه، يكره أن يصلي الرجل والمرأة بلثام، المرأة حتى بالحجاب والنقاب، إلا إذا كان الرجال يرونها أو في حضرة الرجال. فيكره أن تصلي المرأة مختمرة الأنف والفم بدون حاجة، إن تثاءبت أو تثاءب الرجل يغطي يتلثم لا بأس، حال التثاؤب، حال وجود الرجال الأجانب، وجود حاجة، أو مثلا بخر في الفم حتى لا تؤذي رائحة الفم من حوله، فعند الحاجة لا بأس، وهو قول كافة أهل العلم. دليلهم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. والحديث حفظكم الله حسن، أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان. والحديث وإن كان واردا في حق الرجال فالقاعدة أن الرجال والنساء في الأحكام واحد أو على حال واحدة، إلا ما اختص به الشرع المرأة دون غيرها، كشهادة مثلا امرأتين عن شهادة رجل، وكذا مثلا في الصلاة في حجابها عند حضور الرجال، ونحو ذلك مما جاءت به النصوص على أن للمرأة أحكام خاصة. وإلا فالقاعدة أن المرأة والرجل في العبادات سواء إلا ما خصه الدليل. فالأصل استواء النساء في الحكم حتى يرد المخصص، وهو يدل على أن هذا الفعل لا يليق بالصلاة لأنك أمام الله، فكيف تتلثم؟ ولهذا كره أهل العلم اللثام في الصلاة كراهية تنزيه، ويستدلون بهذا الحديث وأن يغطي الرجل فاه. وإن اختلفوا في اللثام ما معناه، وإن اختلفوا في ضابط اللثام ما معناه، فعند الشافعية أن اللثام تغطية الفم، وعند الحنفية والحنابلة اللثام تغطية الفم والأنف، وعند المالكية تغطية الفم والأنف إلى آخر الشفة السفلى. إذن ما حكم اللثام؟ يكره في الصلاة. ما للرجل والمرأة؟ ماذا تجيب عن حديث الذي احتج به القاضي عياض متلفعات بمروطهن، المراد به عند انصرافهن من الصلاة لا يعرفهن أحد. ما حكم تخمير المرأة وجهها في الصلاة دون حاجة؟ يكره أيضا، أما عند الحاجة فيجوز بل يجب الحجاب إذا كان بحضرة الرجال، كما هو حديث عائشة في الحج المرأة حرامها في وجهها، تقول عائشة
كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسدل إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا فيصل في الاحتجاج بتغطية المرأة وجهها في الحج في العبادة. وهنا أيضا حديث عائشة دليل أيضا على حجابها في الصلاة عند وجود الرجال، أما عند عدم الرجال فلا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه لا يغطي المرء أنفه لأنه يحجزه، أولا هو يقف بين يدي الله، وهل تقف بين ولله المثل الأعلى بين يدي مثلا ملك من ملوك الدنيا أو حاكم أو أمير أو مسؤول أو حتى الأب أو المعلم وأنت متلثم؟ ما يمكن. إذن فالله ولله المثل الأعلى أولى أن يكون على أحسن هيئة، أن يكون عبده وهو يخاطبه وفي الصلاة في صلاته أن يكون على أحسن حاله. في الصحيح أيضا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فإذا غطى الإنسان أنفه وغطى فاه فإنه وكذلك يديه وركبتيه وغير ذلك فإنه يغطي مواقع السجود التي ينبغي أن يسجد عليها وأن تلامس الأرض دون حائل. السبعة الأعظم ما هي؟ الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وألا نكفت أو نكفت أو نكف الشعر أو الثياب. فالذي يتلثم فهو في هذه الحالة لا يمكن أنفه وجبهته من الأنف، من السجود على الأرض، من الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والأنف من الوجه والجبهة منها الوجه. بوب البخاري في صحيحه باب السجود على الأنف، ولهذا ذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين إلى أن السجود على الأنف أو بالأنف بأن تمس أرنبة الأنف مكان السجود أن هذا واجب، أن هذا واجب. قال ابن المنذر رحمه الله وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التلثم وتغطية الفم في الصلاة إلا الحسن رحمه الله، فإنه كره التلثم ورخص في تغطية الفم. وممن كره تغطية الفم عطاء والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وحماد بن أبي سليمان ومالك وأصحاب الرأي، وكره ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق التلثم في الصلاة. هذا ما يتعلق بدلالة متلفعات بمروطهن، هل فيها دليل على التلثم في الصلاة وما حكم ذلك، وخلاف أهل العلماء وخلاف أهل العلم في المسألة. والراجح وجه ترجيحه أنه يكره كراهية تنزيه التلثم في الصلاة، أما لحاجة فلا بأس به، لأن حتى بعض الناس مثلا نشوفهم في الصلاة وفي الحرمين وفي الطواف وفي المسعى هذه الكمامات التي على الأنف لوجود مثلا حساسية عندهم أو الربو أو الرئة أو التنفس أو عندهم بعض الأمراض، فهذه عند الحاجة لا بأس بها إن شاء الله. وما ذكر في كل هذا ينسحب على الحجاب وينسحب على النقاب، إلا عند حضرة الرجال فيجب على المرأة أن تحتجب وأن تنتقب ولا تتلثم بحجابها من دون حاجة. أما إذا وجد حاجة كوجود الرجل الأجنبي
أو المقتضي أو الحاجة فلا بأس به إن شاء الله. وفيه لفتة إلى عناية الصحابيات بالحجاب والعفاف والاحتشام وبعدهن عن الاختلاط بالرجال، فهن يصلين لا يعرفهن أحد لأنهن متلفعات بمروطهن، وينصرفن من الصلاة لا يعرفهن أحد لأنهن متلفعات بمروطهن، دليل على حرص الصحابيات. وفي هذا قدوة للأخوات الكريمات أن يحرصن على الحجاب، على العفاف، على الاحتشام، على عدم الاختلاط بالرجال. وإذا صلت المرأة في الحرمين أو في المساجد فعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي الذي يكون عصمة لها من الوقوع في الفتنة لأنها في عبادة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يحقن دماء المسلمين ويصلح أحوالهم، ويرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.